اهلا وسهلا بيكم، ترم جديد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. احنا النهارده بناخد ماده استكمالا لماده الترم الاولاني اللي كانت تخطيط مدن واحد، المره دي احنا بناخدها لتخطيط مدن اتنين. تمام. طبعا الفرق ما بين المادتين مختلف تماما المره دي. الموضوع مختلف عن المره الاولانيه بان احنا بقينا بنشتغل على منطقه موجودة فعلا. يعني الترم اللي فات لما انتوا كنتوا اشتغلتوا كنتوا بتشتغلوا على ارض فاضية تماما، بتشتغلوا بتعملوا حي، والحي ده ليه مركز اللي هو المركز التجاري بتاعه، وكل حي ليه مجموعة من المجاورات، وكل مجاورة ليها المركز بتاعها. فاحنا كنا بنشتغل على ارض بلين، ارض فضاء ما فيهاش اي مشاكل خالص، غير ان انت بتعمل الديزاين اللي في دماغك وبتحققه على الارض. تمام. طيب المنهج الجديد اللي احنا هناخده، لا المرة دي بقى احنا هنواجه صعوبات. يعني انت اخدت ليفل 1 ان الدنيا كانت سهلة، المرة دي هتاخد ليفل ميديوم شوية، واستكمالا بالليفل الكبير العالي ان شاء الله في بكالوريوس، ان شاء الله في التخطيط الاقليمي. طيب ايه اللي احنا هنتكلم فيه الترم ده؟ هنتكلم فيه المناطق المتدهورة عمرانيا، او المناطق الحضرية المتدهورة اللي احنا بنقول عليها بالدارج هي المناطق العشوائية. المناطق العشوائية بتختلف في مسماها مني ليك ليها لأي حد. في حد ممكن يكون شايف المنطقة العشوائية هي اللي بتبقى مفتقرة للمرافق والبنية التحتية، في ناس تقول لا هي الناس اللي فيها مستواها اجتماعي قليل، وهكذا. الكلام ده هنشوفه طول الترم معانا، وهنشوف التعريفات بتاعته، وهنشوف المناطق دي هل احنا نقدر نعالجها ازاي، ونقدر ننتقي بيها ازاي او نجددها، وايه هي السياسات اللي احنا هنقدر نشتغل عليها علشان نقدر نطور المنطقة العشوائية. وده ان شاء الله هيبقى واضح معانا في خلال المحاضرات اللي جاية. طيب احنا هنبتدي بقى المحاضرة ان شاء الله. المحاضرة بتاعتنا اللي هي المناطق الحضرية المتدهورة، هنبتدي بعناصر المحاضرة. احنا عندنا ايه؟ عندنا مراجعة ما تم دراسته في تخطيط واحد، هنعدي عليه ريفيجن سريع جدا. بعد كده هنقول ايه هي المناطق الحضرية المتدهورة وما هي انواعها، وبعد كده ايه هي التسليمة المطلوبة مننا ان شاء الله. طيب سريعا كده هنعدي احنا اخدنا ايه. احنا اخدنا تعريفات عن التخطيط، بس احنا المختصر المفيد بتاع شرح الكلام ده كله او تفسيره ان هو عبارة عن اسلوب ومنهج. انا اسلوب تفكير، في نفس الوقت انا عندي تارجت انا عايز احققه، هدف مرجو، لازم معايا تولز عشان اقدر احقق الهدف ده في فترة زمنية معينة. يبقى انا عندي اربع اركان للتخطيط، في التعريف ما بتغيروش ابدا ابدا. وليه انا بقول الكلام ده؟ لان ده ليه امباكت على اللي احنا هنشتغله طول الترم ان شاء الله. تمام. يبقى هو طريقة تفكير. تمام. طريقة التفكير دي، طب هل انا هفكر كده مني نفسي؟ لا، ما اكيد في هدف انا عايز اعمله. طب انا ازاي هوصل للهدف ده اللي هي التولز اللي انا هستعملها في فترة زمنية معينة او محددة. تمام. طيب بعد كده اخدنا ايه هو تعريف التخطيط العمراني، وعرفنا ان التخطيط العمراني هو جزء من التخطيط، من تعريف التخطيط. بعد كده ايه هو مستويات التخطيط؟ دولي، قومي، شامل، اقليمي، عمراني، مدن، تفصيلي، حضري. انا ما بيهمنيش كل الكلام ده، انا بعدي عليه مرور الكرام، بس عشان تبقى عارف ان التخطيط الدولي ده هو ده اللي بيبقى ما بين الدول لبعضها. القومي بيبقى على مستوى الدولة، مشروع قومي هيطلع بيه ناتج وعائد على الدولة. التخطيط الاقليمي في مستوى الاقليم نفسه، احنا عندنا جمهورية مصر العربية مقسمة لاقاليم. اوكي. التخطيط العمراني بيبتدي بقى اقل، تخطيط المدن بيبقى اقل خالص اللي هو على مستوى المدينة. بعد كده التفصيلي للمدينة نفسها. بعد كده الحضري اللي بنوصل فيه لمرحلة الميادين. طيب منهجية التخطيط العمراني دي، لو انا قلت تخطيط فيعني منهجية تخطيط عمراني، بمعنى
الترم اللي فات انتوا اخدتوا تخطيط منهجية التخطيط العمراني كتخطيط، ان انتوا ازاي تقدروا تشتغلوا على ارض فاضية وتعملوا ليها مجاورات، تمام؟ نفس الكلام ده هنشتغل عليه هنا في المناطق العشوائية، ونفس الكلام ده هنشتغل عليه ان شاء الله الترم الجاي في تخطيط 3 التخطيط الاقليمي. فاذا ذكر التخطيط، ذكر منهج التخطيط، منهجية التخطيط العمراني بتاعتي، ايه اللي هي؟ اول حاجة، اول ما بقول انا عايزة اشتغل على انا عندي مشروع وعايزة اشتغل عليه، لازم اعمل collecting data، لازم اجمع الداتا بتاعتي كلها والمها واعمل لها زي تجميع. اوكي، ايه انواع الدراسات اللي انا بشتغل عليها؟ عندي دراسات عمرانيه بيئيه اقتصاديه اجتماعيه اقليميه، نقل ومرور، اسكان اقليمي، خدمات، كل ده بحسب نوع المشروع البروجكت اللي انا هشتغل عليه والسكيل بتاعه، تمام؟ طيب بطلع منه بايه؟ بطلع منه بقاعده بيانات متكامله للوضع الراهن as exist حالا. دراسات عمرانيه بتشمل ارتفاعات المباني، حالات المباني وشرعه، دراسات بيئيه، الشمس، الرياح، الرطوبة، دراسات اقتصادية، الاقتصاد بتاع المنطقة قايم على ايه، اجتماعية، المستوى الاجتماعي نفسه، بلس الدخل، بلس نسبة التعليم والأمية، وهكذا. دراسات اقليمية، هل عندي طرق اقليمية، مداخل اقليمية للمنطقة اللي انا شغال عليها، دراسات نقل ومرور، التكدس المروري والاتجاهات الحركة، عندي دراسات اسكان عدد السكان، وهكذا. دراسات اقليمية احنا عايدينها تاني. خدمات، اوكي. طيب بعد كده عندي تحليل البيانات، انا اخدت البيانات بتاعتي دي وهبتدي اعمل لها اناليسز. طيب هل انا بعمل لها اناليسز هستفيد منها بايه؟ يعني انا عايز استفيد، انا طلعت شوية بيانات استفيد بيها بايه، هطلع منها ايه عشان اقدر اشتغل عليه؟ هطلع منها حاجه اسمها مشكلات ومحددات وامكانيات. المشكلات بتاعتي، تمام، المشكله اللي هي قد تكون مشكلات مروريه، قد تكون مشكلات عمرانيه، قد تكون مشكلات بيئيه، ايا كان. محدد، ده محدد يعني حاجه قويه انا ما اقدرش اجي عليها، خط سكه حديد، نهر نيل، الاهرامات. هتشيل الاهرامات؟ لا. هتشيل سكه حديد؟ لا. طيب المحددات دي بتبقى من محدد قوي، متوسط، وضعيف. ندخل بعد كده الامكانيات. الامكانيات بتاعتي قد يكون نهر النيل محدد وهو امكانيه ان انا اقدر ابني عليه حاجه حلوه، منتجع سياحي ايا كان، تمام. قد يكون الامكانيه ان المنطقه دي اثريه فهتجيب لي سياحه تاريخيه اثريه. طيب قد يكون الامكانيه بتاعتي برضو وجود مدارس، وجود مستشفيات، ما هي الحاجات دي جاذبة، وجود مول كارفور، إمكانية جاذب إن يعني أنا أقدر أعمل حاجة جنبه. طيب منهم بوصل لحاجة اسمها استراتيجية التنمية العمرانية. أنا هشتغل الاستراتيجية بتاعتي اللي هي إيه، ودي اللي إحنا هنشوفها على مدار المحاضرات اللي جاية، اللي هي إحنا بالنسبة لنا هتبقى اسمها في المرحلة دي حالا اللي إحنا فيها بتاعة العشوائيات، اللي هي اسمها سياسات التنمية العمرانية. خلاص. طيب بعمل بعد كده، بعد ما بخلص الاستراتيجيه، بعمل حاجه اسمها وضع حلول بدائل، تقييم للبدائل، بختار البديل الانسب او الامثل. انا ما عنديش احسن بديل، ما فيش حاجه اسمها احسن بديل في الكون، ما فيش، هو بيسمى كده. حتى في الامتحانات احنا دايما بنبقى مركزين، ما فيش حاجه البديل الاقوى او افضل بديل، لا، هو البديل الانسب او الامثل. ليه؟ لان هو بياخد، انا ازاي بقيم البدائل؟ بنسب، في بديل زاد عن بديل، بيبقى بديل مثلا واخد 75% نجاح والتاني واخد 82% نجاح، لكن ما عنديش بديل بياخد 100% نجاح، مفيش. بعد كده بعد ما بطور البديل الامثل او الانسب بتاعي، بحط المخطط العام. بعد ما بحط المخطط العام بوصل لمرحله، اخر مرحله ليه، هي مرحله التنفيذ. ومرحله التنفيذ دي بتبقى مهمه قوي، ان يعني بيبقى ليها بيبقى حاكم ليها شويه سياسات تنفيذيه وبرامج ومخططات ومشروعات. طيب انا عشان احافظ على ان التنفيذ بتاعي ناجح، المخطط ده ناجح، لازم اعمل حاجه اسمها تحديث بيانات ومتابعه. تحديث بيانات زي مثلا البنيه التحتيه، عندي بيانات لازم ليها تتحدث، افرض في غاز، خطوط غاز دخلت تدخل معايا،
تدخل معايا برضو ان هي تحديث البيانات بتاعتي والمتابعة، ان انا افضل اتابع الشغل بتاعي، هل هو محتاج صيانة؟ لا ده هو ماشي كويس. هل هو محتاج نوع من انواع السياسات التنفيذية تتدخل علشان يقدر يبقى المشروع بتاعي ناجح، وان المخطط بتاعي يفضل موجود لأطول فترة ممكنة. تمام. طيب ناخد بعد كده، اتعرضنا كمان للترم اللي فات ان احنا تدرب الهرم مكونات المدينة والوحدات التخطيطية للمدينة، زي ما انا لسه كنت قايله لكم من شوية اللي هي المدينة اهي، لو انا بتكلم دي المدينة وده مركز الخدمات، وهنا ده الحي، وكل حي فيه مجموعة من المجاورات، لكل حي فيه مركز خدمة، ولكل مجاورة فيها مركز الخدمة بتاعها. تمام. طيب وعرفنا عدد السكان بيبقى كام نسمة وهكذا، وتعرضنا برضو لفكرة المجاورة السكنية، وان عشان المجاورة السكنية تبقى ناجحة لازم يبقى ليها مسافة سير معينة، احنا مش هندخل خالص في الكلام ده، احنا بنعدي عليه. انا كان بس كان يهمني اهم حاجة المنهجية. تمام. ودخلنا بعد كده في برنامج الاسكان، وان انا ازاي بقدر اقسم برنامج الاسكان بتاعي، عايز اعمل ميزانيه استعمالات اراضي، اذا اقدر اقسمها لاستعمالاتها ما بين اسكان وخدمات، خدمات ومناطق خضراء اللي هي الاوبن اريا والجرين ارياز والطرق والفراغات. تمام. وبعد كده بنوصل للمرحله اللي هي انا عندي الطرق بتاعتي، وادي المجاورات بتاعتي المكونه للحي، و المناطق الخضراء اللي فيها والمراكز الخدمية اللي فيها. وتعرضنا ان انا عندي قطع الارض زي ما هو انتوا شايفين هنا، مفيش حاجة اسمها قطعة، مفيش عندي حاجة اسمها بلوك وتقسيم قطعة ارض الا لما يكون هنا عندي الاسكان بتاعي ليه ردود. تمام. ده ليه احنا بنقول الكلام ده؟ لان الكلام ده برضو بيبقى ليه، يعني احنا من مشاكلنا في المناطق العشوائية ان احنا ما بنمشيش على اللي احنا بنحكي عليه دلوقتي اللي هو الردود دي، لا احنا بنبني على حد رصيف الحمد لله، فانت تبقى ماشي يعني مش لاقي رصيف تمشي عليه، فلازم الكلام ده يعني احنا بنديكوا الحاجة الايديال علشان تحسوا بالمشاكل اللي احنا هنتكلم فيها بعدين. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو ده المسطح المبني من الاسكان اللي هي النسبة. لما احنا بنيجي بنقول قطعة ارض، قطعة الارض دي 100%، انا هبني على مثلا 40% و60% هي هتبقى فراغ وردود، وردود كام متر من كل ناحية. وتعرضنا لبرنامج الاسكان الكبير وازاي بنعمله كمعادلة، يعني اعتقد ان احنا تعرضنا للكلام ده. وبعد كده بنتكلم برضو هنا، احنا ما كناش بنتكلم على المدينة والحاجات دي، احنا خلاص خلصنا، احنا بنتكلم على الخدمات. المفروض الخدمات ايه اللي بتتوفر ليا لو موجودة في مركز المجاورة او موجودة ليا في مركز الحي، ايه اهم الخدمات اللي موجودة، والهيراليكي والفرق ما بين دي وما بين دي، حجم يعني مثلا الحي او المدينة، يعني انا مثلا هل المجاورة احط فيها مستشفى ولا احط فيها عيادة، مجمع عيادات صغير، فبتفرق من هنا لهنا. اوكي. السكيل وحجم الخدمة نفسها بحسب انا بخدم عدد قد ايه. طيب نروح بقى لانماط توزيع الخدمات. انا المهم اللي عندي هنا ان كان في مركزي ولا مركزي وشريطي. بعد كده بنرجع ان الارض وتقسيم الاراضي، نشوف بقى كلام حلو ده حضرتك، احنا افضل شكل في الكون اللي هو ده. تمام. طيب ولو في ارض متقطعة كده واخده شكل تاني، لا انا هحاول اخلي ابسط الشكل اللي عندي. حلو. وطبعا احافظ على الردود. تعالى بقى في المنطقه العشوائيه اللي احنا هنعيش عليها دلوقتي، امشي كده في اي منطقه عشوائيه، كل الغلط ده هو اللي موجود، دي حقيقه، كل الغلط هو اللي موجود. ما هو مش ملتزم بحاجه، ولا ملتزم باي تشريعات قانونيه ولا اي سياسات تشريعيه لاي حاجه، فطبيعي جدا ان هو بيبني بالشكل اللي هو عايزه، فبيحاول يستغل اقصى فرصة. يعني مثلا لو حاجة زي كده، لو انا بقول قطعة الارض دي مثلا، فهو شايف لا انا يعني ان الحتة دي مثلا ده رصيف، ام واخد ام بارز بالمبنى الحتة دي، طب ما ده عشوائي. تمام. نفس القصة دي مثلا،
هو لو مثلا لو الارض بتاعته الشكل ده، قال مثلا ممكن اخد الحته دي وازرعها، دماغه كده، فدي عشوائيه. طيب نكمل. تصنيف الشبكات الحركه والتخزين، دي احنا اخدناها، وكانت من ابسط ما يكون. يعني ايه طرق اقليميه؟ ان احنا قصدي سوري، التقسيم بتاعنا بيبتدي الاول كله طرق اقليميه، وبعد كده التقسيمات بتختلف من رئيسي ثانوي فرعي او شرياني او درجه اولى وثانيه. انا ليه بقول كده؟ انا بقول لان احنا بنوصل في نقطه العشوائيه ان احنا ما عندناش طرق محليه اصلا. انت بتوصل لمرحله ان يعني ما فيش عربيه بتدخل. انت لو في حريقه حاصله في المكان، فانت ما عندكش شارع تقدر تعدي فيه. فبالتالي انا لازم ابقى واخد في بالي قوي الطرق وعروض الشوارع بتاعتي اللي هتبقى تقدر مخدمه على المنطقه بتاعتي دي اللي انا شغال عليها. امال انا واخده المنطقه العشوائيه ليه؟ عشان اطورها. اوكي طيب، ده كان مثال انتوا كنتوا واخدينه، اللي هو ده الطرق الرئيسيه اهي، وبعد كده الطرق الفرعيه، بعد كده الطرق المحليه. واخدنا الباركينج فوق الارض تحت الارض موازي على زاويه 45 وهكذا. طب انا ليه بقول كده؟ لان احنا الحمد لله في المناطق العشوائيه ما عندناش باركينج. فبالتالي انت لما تيجي تطور المنطقه لازم تحط في بالك ان انت تحط باركينج وتحط جرين ارياز. احنا ما عندناش حاجه، ما عندناش مناطق مفتوحه خالص. كل ما يمكن استغلاله من قطعه ارض يتم استغلالها، وبالذات لو كانت مناطق بقى في وسط البلد، لان المناطق وسط البلد المتر فيها غالي. فهو بيحاول يعني، انا ليه خليني ان انا اسيب مكان باركينج ده 4 5 عربيات لما انا ممكن اسيب له مكان عربيتين واخد انا الباقي واستفيد بيه؟ هو فاكر ان هو كده بيفكر فكر تجاري وبيستفيد، لكن هو بوظ الدنيا. تمام طيب. مثلا زي عندنا جراش العتبه اللي في وسط البلد، انت لو نزلت الازهر هل هتعرف تركن في اي حته؟ لا. فبنركن كلنا بجراش العتبه ونبتدي ننزل نتحرك على رجلينا نروح الازهر. طيب ده منظر مجاور السكنيه اللي انت كنت وصلتوا ليه في الاخر. انت طبعا ده يعني ده شكل تفصيلي قوي عن اللي انتوا طبعا وصلتوا له الترم اللي فات، لكن المفترض ان احنا كنا بنوصل لمرحله زي كده اتليست، يعني الحاجه زي كده كلاستر ده مثلا، يعني اتليست ان احنا بنوصل ازاي نقدر نقسم اراضي صح، وازاي نقدر نظبط الفيوز بتاعتنا والحاجات دي. فهو ده اللي احنا كنا بنوصل له. طيب نبتدي بقى المناطق الحضريه المتدهوره. لما تيجي نتكلم ايه هي المناطق الحضريه المتدهوره بتاعتي، بتبتدي تدخل في اول حاجه بتيجي في دماغك زي ما احنا كنا لسه بنقول، ان هي ما فيهاش خدمات، ما فيهاش مرافق، صح؟ المستوى الاجتماعي فيها قليل، وبالتالي مستوى الدخل فيها قليل، صح؟ طيب حد تاني ممكن يقول لا ثانيه واحده، انا بشوف ان هناك ما فيش عندهم اهتمام لا بالصحه ولا بالبيئه اللي حواليهم، صح؟ طيب في حد تاني ممكن يجي يقول ايه؟ لا هي كمان شكل العمارات لو مش مدهونة فهي كده عشوائية. وارد. لاحظ هنا قلت لك وارد مش صح. ليه؟ احنا عندنا العمارات اللي مش مدهونة اللي هي بتبقى بالطوب الاحمر، ده طابع بالنسبة لفئة معينة من الناس، هم شايفين ان ده الطابع بتاعهم، هو مش عايز يدهن خالص، هو مش التارجت بتاعه انه يدهن، ومش التارجت بتاعه انه يبرز الجماليات بتاعه المبنى ولا اي حاجه خالص. هو كل غرضه ان هو عايز يعيش في مكان امن من 4 حوائط لا اكثر ولا اقل. طيب نشوف بقى ايه هو التعريف. انا عندي تعريف يعني مندرج لكذا حاجه. المناطق المحرومه من كل او بعض من كل او بعض الخدمات او المرافق، تمام، يغلب على بيئتها العمرنة صفة التهالك، العمارات متهالكة فيها شروخ هتقع قديمة، الحالة الإنشائية بتاعتها متهالكة. طيب مزدحمة بالمباني وخالية من الظروف الصحية، الكثافة بتاعتها عالية فبالتالي فيها الناس فيها زحمة، تزاحم عالي، معدل تزاحم عالي، معظم سكانها يعانون من انخفاض في مستوى الدخل. كل ده تعريف المناطق الحضرية المتدهورة. طيب بندخل على بعد كده، احنا كده خلصنا التعريف وخلصنا النبذه عن نبذه مختصره عن الحاجات اللي احنا اخدناها، المراجعه السريعه اللي اخدناها عن
الترم اللي فات. فالمرة دي هندخل بقى في ايه هي انواع المناطق الحضرية المتدهورة بمصر، ودي عبارة عن حاجتين، مناطق قانونية وغير قانونية. النهاردة ان شاء الله هناخد المناطق القانونية وهنخلصها كلها دلوقتي، والمحاضرة الجاية ان شاء الله المناطق الغير قانونية. تمام، يعني ايه قانونية ويعني ايه غير قانونية؟ قانونية يعني مقننة من قبل الدولة، نزل لها قوانين وتشريعات، فبالتالي اللي بيعملها هو بيعملها وفقا للقانون غير مجرم، بيعمل حاجة ليجل. طب مناطق غير قانونية، وهي حاجة وهي المناطق اللي تم استغلالها في غير الاستغلال المطلوب قانونا او مشرع به. تمام، الكلام ممكن يبقى كبير شوية بس احنا شوية وهنفهم القصة دي ماشية ازاي. طيب مناطق قانونية، عندي مناطق قديمة، اسكان شعبي، مساكن ايواء. طيب غير قانونية، مقابر ومناطق عشوائية. تعالى نرجع بس كده شوية، مناطق قانونية، مناطق قديمة. طيب يعني ايه مناطق قديمة؟ هل هي منطقة سكنية ولا هي منطقة تاريخية؟ هي الاتنين، منطقة سكنية قديمة زي الأحياء القديمة، وهنعرف دلوقتي معناها ايه. وعندي المناطق التاريخية الأثرية، ودي تعتبر برضو مناطق قديمة. طيب يبقى دي كده بالنسبة للمناطق القانونية، مناطق قديمة سوري. طيب ندخل بقى على الإسكان الشعبي. الإسكان الشعبي دي الدولة عملته، هي اللي بنت الإسكان وبقى اسمه إسكان شعبي. طيب مساكن إيواء الدولة برضو هي اللي بتوفره للمواطنين وقت حدوث أي أزمات وكوارث، سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية، زي زلازل، سيول، لما وقعت صخرة من هضبة المقطم وهكذا، كان لازم أعمل لهم مساكن إيواء. وتختلف مساكن الإيواء، قد تكون مبنية وقد تكون خيم بحسب الناس دي هتقعد فيها فترة قد إيه، هل هي فترة مستمرة ولا هي فترة عادية، وهل في ناس استغلت الموضوع ده ولا لأ، هنشوفه برضو. طب مناطق غير قانونية، المقابر. إيه قصة المقابر دي؟ هنروح لها في وقتها ان شاء الله. ايه هي المناطق العشوائية؟ برضه هنروح لها في وقتها ان شاء الله. ناخد بالنا من حاجة، في عندي فرق ما بين المناطق الحضرية المتدهورة والمناطق العشوائية. خلاص نكمل. طيب اول حاجة ناخد فيها المناطق القانونية، المناطق القديمة اول حاجة فيها المناطق القديمة السكنية. طيب دي عبارة عن حي، ماشي، دي عبارة عن حي هو أصلا كان متميز بعد كده اتدهور، زي العباسية، شبرا المنيرة وهكذا. طيب لو رجعت كده لجدودك ورحت وقلت لهم هي العباسية وشبرا دي والمنيرة كانوا ايه، هيقولك كانوا قصور، ولا زال لحد النهاردة فيهم قصور، بس حصل ان المناطق دي اتدهورت بعد ما كانت قصور، بص بقت عمارات اهي. طيب وبقت بالمنظر ده، اتهلكت واتدهورت. طيب ليه؟ عندي كذا سبب خلى ان المباني دي اتدهورت بالطريقة دي. طيب اول حاجة، الناس اللي بتروح كانت بتسكن في المباني دي القديمة، كانت في الاحياء دي كانت ما كانش في حاجة وقتها تمليك، كان كلها ايجار قانون قديم. طيب الايجار القانون القديم ده قد ايه؟ الايجار القانون ده قيمته قد ايه النهاردة؟ 10 جنيه، 15 جنيه، 20 جنيه؟ هل ده هيكفي ان هو يعمل صيانة للمبنى؟ ابدا، انت حتى مش هتلحق تعمل تغير مواسير الصرف بتاعة المبنى، مش هتلحق، فخلاص. فبالتالي انت الف ب صيانة ان انت تغير مواسير انت دي مش عارف تعرف تغيرها، فبالتالي تقادم المباني وعدم صيانتها بسبب قانون العلاقة الإيجارية. طب ايه تاني؟ جت بقى ايه الناس الطبقات الميسوره لما لقيت ان المباني بقى شكلها وحش ومفيش فايده والناس مش عايزه تساعد ولا تعمل صيانه ولا اي حاجه، لا احنا نعزل. الناس دي راحت عزلت فين؟ راحت عزلت مثلا على مدينه نصر. كويس، طيب بتوع مدينه نصر راحوا فين بقى؟ راحوا التجمع، ده اللي حصل. طيب وبتوع الدقي والمهندسين راحوا فين؟ راحوا زايد.
يبقى الحلقة مكملة، احنا مكملين. الاحياء القديمة ناس راحت، احنا بقى من الحياة القديمة اللي احنا ما لحقناش نعيش فيها القصور، الناس دي راحت مدينة نصر احنا شايفينها دلوقتي. الناس اللي يعني دلوقتي اللي ساكنين في مدينة نصر راحوا فين؟ راحوا التجمع. والناس اللي الناحية التانية من المحافظة اللي هي محافظة الجيزة طلعوا على زايد وأكتوبر. يبقى هجرة الطبقات، الناس اللي هي ابتدت اللي كانت بتفهم وميسورة الحال، وخد بالك من الكلمة اللي أنا بقولها إنها بتفهم يعني عندها وعي، مشيوا وسابوا المكان. مين اللي جه مكانهم بقى؟ اللي جه مكانهم الناس هجرة الريف للحضر، راح ساب الزرع بتاعه وساب الأرض بتاعته وراح أخد بعضه وقال لك ايه، انا هنزل الى المدينة. ده الفلاح القروي اللي ساب ارضه وساب الفلاحة بتاعته والفاس وقال لك انا هنزل المدينة ليه؟ قال لك انا الكسب فيها سريع والدنيا هتبقى احسن وافضل، اللي قعدني هنا. فنزل راح سكن فين؟ هنا. طيب هل ده عنده الوعي الكافي انه يفهم انه ازاي يقدر يحافظ على المكان زي الناس اللي كانت قبله؟ لا. طيب يبقى انا دلوقتي عندي في مشكلة ابتدت تظهر، هجرة الريف للحضر. خد بالك بقى من حاجة، صاحب المكان نفسه، صاحب المكان نفسه مش هيستغل، لا هيستغل الموضوع. ما انا عندي في ناس بقى ابتدوا يقولي كتير من الريف، انا هستغل الموضوع ده ازاي؟ انا هقول لهم والله بصوا انا دلوقتي عندي الشقة، لا انا بدل ما اجرها شقة انا هاجرها اوض. وطبعا اللي جاي من الريف هيجي مبسوط، هو مش فارق معاه، هو عايز ينزل يلف على اكل عيش وبتاع ويجي يلاقي النومة. طب هيبقى في حمام مشترك مش مشكلة. فابتدى يحصل تدني في مستوى الوعي والمستوى الاجتماعي لقاطني هذه الاماكن. مش ده بس، صاحب المكان طماع، فبيقول لك ايه، طيب انا ممكن لو في بلكونه اقفلها، ايه ده انا عندي سطح، طب انا ممكن السطح ده اقسمه اوضه هو كمان. فبقى الموضوع بقى فيه جشع، لان هو عايز فلوس كتير ماديا، وفي نفس الوقت اللي جاي لي من بره من الريف ده برضه عايز الفلوس اللي هي الاحتياجات عشان يلبي احتياجاته الماديه. فاحنا وقعنا في اتنين بهدلولنا الدنيا، اللي جاي لي من الريف اللي عايز يحسن نفسه ماديا، والجشع بتاع المالك اللي عايز يحسن برضه دخله المادي ومش فارق معاه اي حاجه غير ان هو يستغل اللي قصاده وياخد اكبر مكسب مادي يقدر عليه. تمام، ده اللي احنا مقري هنا برضو، ده الشرح بتاعه. يبقى عندي اول حاجة مناطق سكنية، مناطق قديمة سكنية، ده كان حي في الاصل متميز والدهور. ادخل بقى على اللي وراه، ده بقى حي اصلا متواضع، يعني واحد كان حي متميز والدهور، لا ده بقى كان حي متواضع وازداد تدهور زي باب الشعرية والشرابية. بص احنا هنا بقى، شوف بقى هنا المنطقة، انت مفيش عندك طرق، مفيش اي حاجة خالص، واضح قوي ان في هنا حد بيعلي اهو، مش فارق معاه اي حاجه، يعني هي اصلا الدنيا متدهوره هو بيدهورها اكتر. الناس اللي كانت بتتكلم وبتقول ايه ده، ما هو واضح مش مدهون ولا اي حاجه خالص اهو، ده الطابع بتاعهم اصلا. محلات بقى مش فارق اي حاجه اهو، هنا الحته دي فيها تشوين ومخازن، فالدنيا بتدهور اكتر. متواضع، يبقى انا عندي كان متميز وده عندي متواضع والدهور. طيب اللي خلى ان هو اتدهور، ارتفاع اسعار الاراضي نتيجه لموجات الهجره المتتاليه ورغبه الملاك في زياده العائد منها بالذات الكثافه البنائيه. تاني انتوا تاني بالظبط بتوع الهجره من الريف للحاضر اهم، وبرده تاني الملاك اللي هم بيزيدوا جشع ان هم عايزين زياده في العائد المادي بتاعهم، فبيزودوا الكثافه المبنائيه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي. بص يعني هنا مثلا ده مثال منطقه عشوائيه صرف، مفيش طريق، المباني هنا تكاد تكون دور واحد اهو، شوف وراها العمارات عاملة ازاي، زي ما الكتاب ما بيقول متدهورة عشوائية. طيب بيعمل ايه عشان يعمل كده؟ بيعمل زيادة في عدد الادوار، مش فارق معاه بقى ان انت تلتزم باي قوانين وتشريعات، اللي هو بقى اللي احنا قاعدين بنحفظ طول اليوم،
اللي هو نص عرض الطريق هو الارتفاع بتاعي، لا مفيش تهوية، مفيش إنارة، جو غير صحي بالمرة، مفيش برايفسي، مفيش برايفسي أصلا، يعني خلاص هتسلم على بعض. ممكن بالاتجاه الأفقي إن أنا بستغل أي فراغات ما بين المباني، مش مهم، المهم إن أنا يبقى عندي فراغات ألحق أجرها للناس دي اللي بيرضوا بأي حاجة. تخفيض مسطح الوحدة السكنية لأقل معدل مسموح به، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا. احنا الطبيعة بتاعنا احنا بنتكلم فيها أقل حاجة ممكن نعيش فيها 60 متر، فرد فردين بالكتير قوي. لا هو ما عندوش مشاكل خالص ان ديكي بقى الوحدة السكنية بتاعتك اللي هي الغرفة تبقى 3 في 3، وان انت تعيش فيها، ده اذا كانت 3 في 3 وممكن يبقى في حد معاك فيها وغير الحمام المشترك اللي في الدور بقى كله. طيب احنا كده خلصنا المناطق القديمة السكنية، واحدة كان حي متميز والدهور، والتانية كان حي متواضع والدهور. ندخل بقى المناطق القديمة التاريخية، ودي النقطة دي ممتعة جدا. المناطق القديمة التاريخية اتدهورت واتبهدلت ليه؟ أول حاجة تدهور ناتج عن المواطنين. يعني ايه تدهور ناتج عن المواطنين؟ سيادتك كده لو رحت أي منطقة تاريخية أثرية حلوة، روح واتفرج على إبداع الزوار هناك، ذكريات، حافر بقى على والله بيحفروا حتى، يعني مش سايبين الكراسي في حالها، الكراسي جرانيت، حافر برضو مفيش فايدة، ذكريات ومش عارفة يوم ايه وتاريخ ايه يعني انت تدخل المكان تلاقي فيه ناس كاتبة من الثمانينات. انت متخيل احنا كنا يعني الناس كانت رايحة فين من الثمانينات؟ فهتلاقي نفسك كاتب تاريخ من الثمانينات. اوكي ماشي، تمام، احنا اتقابلنا احنا النهارده الصحاب، لا ممكن بقى حد يكتب جداريه النهارده اتقابلنا هنا الساعه كذا، ما كانش في موبايلات بقى، فهو بيوثق الحدث، فاحنا نيجي الناس دي ماتت بقى، فاحنا داخلين بقى ايه نشوف الحدث اللي حصل من 20 30 سنه فاتت. فطبعا مفيش وعي عند المواطنين، مش قادرين يحسوا بقيمه الاثر التاريخي وقيمته اللي بتعود ماديا علينا قد ايه، فمفيش حفاظ عليها اهو. دي منطقة تاريخية، مش مشكلة بقى احنا نسكن العربية في اي حتة، مش مهم ان احنا ما نعملش طريق كويس، مش مهم اي حاجة اي حاجة. او ضعف الوعي لديهم وعدم تفهم القيم التاريخية والفنية للمنطقة الواقع بها الاثر، خاصة اذا كانت دون فائدة مادية. لو هما مش حاسين بفائدتها المادية فمش مشكلة، يعني كرسي جرانيت، سيت جرانيت انت قاعد عليه، طب انت شايفه سيت عادية جدا، قاعدة عادية جدا ملهاش اي قيمة لما احفر عليها اسمي واسامينا كلنا. او الناس قاعدة وقهوة مش حاسين. بص شوف هنا بقى، دي المناطق التاريخية اللي احنا هما بقى بيروحوا يفرشوا هناك، مش مهم بقى ايه، خد بالك بقى ايه، يعني مثلا ده لو بيعمل فاكهة وده اثر تاريخي هنا، تمام، عشان بقى يعرض البضاعة بتاعته الحلوة يقوم ايه رشش شوية مية، المية بقى تيجي على الاثر، مش قضية، مش مهم ايه اللي يحصل في الاثر، مش مهم، هيملح هيبوظ هيقع منه دهانات، الخشب العقد الخشبية اللي موجودة هنا بشغل الارابيسك اللي موجود مش فارق خالص، هو عنده ان هو إيه، بالعكس ده ممكن يكون المكان ده بالنسبة له لاند مارك، إيه عايزيني تعالوا لاند مارك، يعني حاجة مميزة، زي مثلا ايه لما نيجي نتقول لما نيجي نتكلم كنا نقول ايه هنتقابل عند محطة المترو اللي في الحتة الفلانية، لاند مارك حاجة مميزة. فهو ممكن يجي يقول ايه والله ده انا فارش عند الكورنر عند الركنة بتاعت الحتة دي اللي هو الحمد لله مبوظها، خلاص اوكي. يبقى اول حاجة تدهور عن المواطنين، احنا ما عندناش وعي. طيب نيجي بقى بعد كده تدهور عن ناتج عن ظروف بيئية. يعني ايه ظروف بيئية؟ عندي مطر، شمس، رياح، عوامل تعرية، تراب، كل الكلام ده بيبوظ كل الزخارف بتاعتي وبيبوظ الدهانات، بيوقعها ويضيع الوانها والكلام ده اهو. تراكم الغبار على المباني بتسبب في اتلاف الدهانات والزخارف، الالوان كلها بتتغير، بص الاثر لونه ايه، ترابي طيني يعني مش باين اصلا. عوادم السيارات طبعا ليها عامل كبير قوي، الصناعات حدث ولا حرج، انت لو دخلت اي
المناطق الاثريه دايما تلاقي ايه النحاسين وبتوع المدابغ والجلود و و و. طبعا الكلام ده كله كل الصناعات والورش الخشبيه كمان بالذات كل الكلام ده بيبوظ الاثار بتاعنا. مياه الصرف الصحي عندنا فيه تصرف مياه الصرف الصحي ده برضه ناتج ان احنا ما عندناش صيانه جيده للاماكن المحيطه بالاثار، فبيحصل تسرب ليها فبتبوظ عشان هي فيها حمض الكبريتيك فهي بتبوظ المبنى بتاعنا. طيب طبعا ده غير الرطوبه مياه الامطار على الحوائط والاسقف، وده نتيجه تاكل طبقات العزله ما فيش صيانه. لو في املاح في التربه فدي طبعا بتاثر على اساسات المباني الاثريه. بلس لو انت مثلا بتبني مبنى جديد حالا بتحفر اساسات وجنبك اثر، قبل ما تعمل اي حاجه لازم ترجع تعمل جسات تربه وتقيم الاثر اللي جنبك ده هل هيقدر يستحمل ولا لا. النهارده لو انت عندك عماره قديمه شويه يعني عمرها مثلا 70 سنه 80 سنه اللي هي اكشلي اللي هو جدك ساكن فيها اللي بتروح عند جدك، لو في عماره جت اتبنت جنبك ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الاساسات بتاع وبالذات لو هي هتبقى عاليه عن الادوار بتاعتك الاساسات بتاعتها هتاثر على الاساسات بتاعتك، ده اذا ما حصلش تشريخ عندك في الحوض. شوف احنا واصلين لايه. تمام، يبقى انا عندي تدهور من سبب المواطنين وعندي تدهور من ظروف بيئيه. في بقى عندي اللي وراه ده تدهور ناتج عن الاجهزه الحكوميه. الله، هي الاجهزه الحكوميه هي ممكن تبهدل الدنيا؟ لا، هي ما بيبقاش قصدها تبهدل نوين، هي قصدها انها تبهدل. هو كل الموضوع يعني مثلا ايه، ممكن يكون في عندي اثر ابتديت استخدمه استخدام تاني غير الاستخدام الاصلي بتاعها. ازاي؟ عندي محافظه القاهره اللي في عابدين، هي دي اصلا ايه؟ قصر عابدين، صح؟ طيب عندي ايه تاني مؤخرا؟ قصر البارون. قصر البارون ايه قصته؟ ان هم قالوا احنا عايزين نجدده ونخليه يعني في ابهى حله ليه استقبالا للزوار ليه. طيب الناس مشكورين الحال اشتغلوا على الحاجه. طبعا احنا يعني احنا صرخنا وصوتنا لما شفنا منظر المبنى حقيقي، صح؟ اللون كان يخض، اللون النبيتي اللي هو اتقال بعد كده اللي هو الطوب المحروق، والزخارف كنا متخيلين الموضوع هيتعالج بطريقه افضل من كده. بس لما احنا رجعنا لقصه اللون يعني الناس اللي عملت الشغل ده على فكره احنا اتكلمنا معاهم شخصيا، هل انتوا كنتوا قاصدين ولا ده كان لون موجود؟ قالك لا، ده هو ده اللون اللي كان موجود اصلي، وكانت الفكره بتاعته ان هو يتميز عن بقيه القصور اللي حواليه، فكان هو ده اللون الطوبي المحروق. طيب ايه علاقه ده باللي انا بقوله في الحته دي؟ العلاقه ان هو قصر فتحول متحف، حلو، ما عندناش مشكله خالص. طيب في بقى كافيتيريا بره اتحطت بقى في الحته الجرين اريا اللي بره اللي هي الحته الاوبن اير بقى دي اتحط فيها كافيتيريا، بقى فيها عربية كده او مكان بتاخد من الكوفي ومعرفش ايه وشوية ترابيزات. احنا بقى واحنا ماشيين من جنبها تحس ان انت بذهول، المكان ده كان ليه هيبة وانت ماشي كده من في مصر الجديدة. سكان مصر الجديدة اكتر ناس يحكولنا عن الموضوع ده، انت وانت ماشي ليه هيبة كده، فكون ان انت تلاقي فجأة الناس داخلة طالعة فيه وكل الاساطير اللي كانت في دماغنا دي راحت في الهوا، فتبقى زعلان. هل ده كان استغلال امثل؟ هل احنا محتاجين الكافيهات دي والكافيتريات علشان خاطر ان احنا نجيب عائد نعمل بيه صيانه للمكان لقصر البارون؟ مش عارفين. هل الموضوع ده هينجح وهيكمل؟ هنسيب التجربه دي للزمن وهنتفرج كلنا اذا كان الكافيتريات دي هتفضل مكمله ولا هتتقفل. وانا في اعتقادي ان الفتره اللي جايه هنشوف ايفنتات، مش ايفنتات افراح، ايفنتات هنشوفها. اوكي، يبقى ده المقصود بتاع تدهور ناتج عن الاجهزه الحكوميه، ان هي بتاجر المباني الاثريه ان هي بتؤدي وظائف لا تتماشى مع وظائفها الاصليه.
وجود قصور في التشريعات التي تهتم بالأثر نفسه دون اهتمام بالمنطقة المحيطة. ده حقيقي، أنا ما عنديش تشريع بيقول لي أنا المنطقة دي فيها مجموعة من الآثار فأنا هحافظ عليها بالطريقة المعينة هي وكل اللي حواليها، ما عنديش ده. أنا اللي عندي حاجة صغيرة بهتم بيها، إنما بسيب الباقي. الموضوع بيمشي معايا كأنه مشاريع، مشروع ترميم، مشروع تجديد، ما عنديش منطقة كاملة بقوم بيها. خلاص. طيب خلينا نكمل اهو. برضو تضارب بين الأجهزة المشرفة على المباني التاريخية زي هيئة الآثار وهيئة الأوقاف، وحدث ولا حرج في هذه النقطة. يعني مثلا بتوع هيئة الآثار بييجوا يقولوا المبنى ده بتاعي، ده مبنى أثري. تيجي هيئة الأوقاف تيجي تقولك لا معلش، المبنى ده بالنسبة لي ده ما ينفعش إن هو ياخده هيئة الآثار، ده تبع الأوقاف، لأن مثلا كان بيتاخد فيه جلسات دينية زمان. كويس. طيب فنبتدي هنا بقى الخناقة. هل هي الملك يعني هتبقى واقعة تحت إيد الآثار ولا الأوقاف؟ في تضارب في الموضوع، فبيقعدوا ياخدوا وقتهم لحد لما يرسوا مين اللي هيمسكها، وبعد كده يبتدوا لتطوير المنطقة. طيب المناطق التاريخية في المدينة، احنا كده خلصنا المناطق القانونية كلها والمناطق القديمة بتاعتها. دي احنا بنقول فيها المناطق التاريخية هي عبارة عن ثروة كبيرة انا لازم احافظ عليها. في حاجة بس نقطة صغيرة رجوعا ليها، لما احنا كنا بنتكلم على المية وان احنا نحافظ على المناطق الاثرية بتاعتنا، لو نفتكر كده من كام سنة حصل عندنا شارع المعز، الشارع اللي بالبازلت الحلو ده غرق كله، كان فيه ومكنوش عارفين يتصرفوا فيه ازاي، والمحلات غرقت. لو مشيت في الشارع النهارده هتلاقي ان احنا حاولنا نحافظ على الممر بتاع شارع المعز بالبازلت بتاعه بكل حاجه، بان احنا نطلع المحلات السلمه او سلمتين. خد بالك وانت ماشي في طريق المعز، احنا بنحاول على قد ما نقدر، يعني هقول لكم ايه، بنصلح ما افسده الاخر. دي كده خلصنا اول حاجه من المناطق القديمه بتاعتنا. تاني حاجه في المناطق القانونيه، الاسكان الشعبي. ده اسكان عملته الدوله، ده اتعمل في نص الخمسينات لحل مشكله اسكان محدودي اسكان الدخل، سوري، مشكله اسكان محدودي الدخل. خد بالك احنا عملناها ايه، نص الخمسينات. خلاص. وهي والاسكان ده كان الاسكان الشعبي ده كان منتشر على مستوى الجمهوريه كلها. خلاص. احنا عملناه في نص الخمسينات، تدهور بسرعه في الستينات، احنا ما لحقناش نعمل حاجه. طب الاسكان الشعبي ده هل في دماغك ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن خامات رخيصه، صح؟ كان في سرعه مثلا ان هو يخلص فيها بسرعه بسرعه، ده حصل. هل الوحدات السكنيه كانت ملائمه؟ لا، لان هو كان واخد باله ان هو اسكان شعبي، فطالما هو اسكان شعبي فانا مش لازم اهتم بيه قوي كفراغات، فحصل مشاكل. طيب نشوف سوء التنفيذ الناتج عن الرغبه في السرعه على خفض التكلفه، حصل فيه تهالك، عدم قدره الدوله على صيانتها بسبب الاعداد الكبيره منها. لما كنا بنعمل اسكان شعبي نعمل اسكان بقى زي كومباوندز بتاعت النهارده كده، اسكان، فمش ملاحق، الدنيا وقعت كلها مرة واحدة، فمش ملاحق ان هو يعمل صيانة ليها. عدم قدرة السكان على صيانتها وعدم الاهتمام طبعا بسبب ضعف المستوى الاقتصادي وعدم امكانياتهم ليها، احنا برضه لسه شغالين في الايجارات. اللي احنا كنا لسه بنقوله مفيش تناسب ما بين الحجم والتصميم الداخلي واحتياجات الاسرة، فبالتالي حصل تعديات ان هو بيعمل بقى بيشوه بقى الواجهة بتاعته، ان هو عايز يبرز شوية، عايز يوسع عليه، فبوظ الدنيا. مش بس كده، يعني عدم احترام الاشتراطات والتوصيات الموجودة في المخطط العام من ارتفاعات ومسافات بينية سواء من الاصل او سبب هجرة السكان غير منظمة التي ادت الى التدهور والتغيير في شكل هجرة السكان من الريف للحضر. ورانا. طيب قبل حاجة بس انا هقولها هنا،
هنا من الحاجات برضه اللي بتخليهم هما يتدهوروا، هما هنا في مناطق الاسكان الشعبي، فهو مش فاهم، هو عايز يوسع، عايز يعمل فلاقي يا عيني عمود ولا اي حاجه يقوم كسره، تقوم ايه العماره واقعه. فده كان من الحاجات اللي هما كانوا مشاكل، لان ما حدش كان بيمتثل لاي قانون، ما حدش كان بيرجع، ما كانش فيه اياميه بقى ايه اللي هو الاحياء، وان انت تراخيص وحاجات زي كده، وان انت ما ينفعش ان انت تغير في الواجهه غير لما ترجع تاخد بيها رخصه الاول، فما كانش فيه الكلام ده، تمام. فطبعا حصل تدهور ليها. اخر حاجه عندنا مناطق الايواء العاجل. مناطق الايواء العاجل دي الدوله بتعملها، ابتدت انها تتعمل في قررتها الدوله سنه 69، ودول للناس اللي هما بيبقوا تهدمت مساكنهم او مبانيهم. زي ما قلت لكم من شويه، الموضوع المساكن بتاعت مناطق الايواء العاجل دي بتبقى للازمات والكوارث، سواء كانت طبيعيه او لا، تمام. مناطق الايواء العاجل هنشوفها دلوقتي انواعها. ممكن تبقى اكشاك خشبيه زي الموجوده في تلال سلينهم، بعد ما تطلع كده من القصر العيني تكمل هتلاقي فيه كوبري، تطلع هناك هتلاقي بقى ايه المنظر ده بالظبط بالظبط، المناطق اللي هي تلال زينهم. تلال زينهم بصراحة حصل ان المنطقة دي في خطط كبيرة قوي تطويرية ليها، واتمنى ان انتوا تشوفوا تطوير منطقة زينهم. هتلاقوا فيه ليها PDFs وPowerPoint وتقارير نازلة للمنطقة، وكذا منطقة بصراحة نازلة، تمام. بعد كده في ايه تاني؟ بلوكات. ممكن تكون البلوكات دي من دور واحد، هي بلوك من دور واحد، هو يعني الساكن قومها، ليه هو محتاج ان هو يسكن فعمل بلوك، تمام. برضه بيقولك زي تلازمهم، يعني هي ممكن تكون كانت دور واحد كشك خشب دور واحد، ام هو ايه مزود عليه دور. بلوكات من دورين، هنا بقى احنا بقى زدنا بقى، كانت الاول كانت دور ارضي واحد وهو بيزود عليه دور، بعد كده بقت دورين، وعمل بقى مد بقى فيها بقى ايه اللي هي الاكشاك والعشاشر اللي في الدويقه، ودي للناس مشيت منها، في ناس من الدويقه اللي هي نزلت عليهم المقطم اللي هي سخط المقطم، دول اتنقلوا بعد كده راحوا اكتوبر. وكان اول ما راح اكتوبر بصراحه كان في مشاكل حصلت كتيره هناك، ان هم ما قدروش يتفاعلوا ويتلائموا مع ويتوافقوا مع المنطقه هناك. كانت فكره ان يبقى عندهم شقه دي كانت مشكله، ودي هنجيلها كمان شويه، طيب. خيم بيستبدلوها بعشش من مخلفات البناء لطول فتره بقائهم بها، يعني لو خيمه موجود معموله لهم من القماش او من البلاستيك، لا هم بيقطعوا الكلام ده ويروحوا يجيبوا من مخلفات البناء شويه طوب شويه اسمنت، يقوموا ايه ملصمين الدنيا وعاملين لهم بالعشش اللي هي من مخلفات المبنى دي، علشان يأمن نفسه ان هو ممكن هيقعد فيها فترة اطول، وفي الغالب بيقعد فعلا فيها فترة اطول. ايه الخصائص العامة؟ ما بتختلفش خالص عن الاسكان العشوائي، ان هي ما بتتطابقش خالص مع المواصفات الفنية، ولا تتوفر فيها الظروف الصحية الا انها موفرة من الدولة، ان الدولة هي بتديها لهم اسكان ايواء حالا، زي الزلزال هنشوف دلوقتي مساكن الزلزال. طبعا هي شهادات من مواد رديئة وعلى أسوأ مستوى تنفيذ بغرض خفض التكاليف. ما انا عايز حاجة بسرعة، انا عايز الحق الناس دي، فانا هبني لهم حاجة دلوقتي عشان يلحقوا اسكنهم فيها، عشان احميهم من الشارع، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فبالتالي بطبيعة الحال لازم هتبقى مواد رديئة وعلى أسوأ مستوى. طبعا هي المرافق بتاعتها معطلة ومفيش صيانة ليها، لان احنا بنعتمد على ان المناطق الايواء دي زي ما هي مكتوب كده مناطق ايواء عاجل، يعني حاجه مؤقته والناس هتمشي منها. المشكله ان الناس لما بتيجي تقعد فيها وتستوطن فيها خلاص بقى باظت. ما هو انا لو حاطط فيها يعني اي نوع من انواع المرافق فده لفتره محدده، انما في الاساس انا مش عامل انواع المرافق ولا مدخل بنيه تحتيه للمكان ده انها تعيش مثلا 20 سنه قدام، لا، بتبقى شهور معدوده على ما نوفر لهم سكن تاني ويروحوا، تمام. طبعا افتقار للنظافه، وطبعا تراكم القمامه بها، وتدني المستوى الصحي ومستوى البيئي للمكان،
تسكين اكثر من اسره في وحده سكنيه واحده. اه طبعا انا بحاول اوفر الموضوع ده، غير بقى ان هم اصلا الناس السكان نفسهم يقولك خلاص مش مشكله، احنا لقينا حاجه احسن من احنا نروح في حته بره ويفضلوا قاعدين. طيب تمويل الدولة حاليا لتسكين هؤلاء السكان للوحدات الشاغرة بالمدن الجديدة. ومن عيوب هذه من عيوب ده التآلف الاجتماعي، مفيش تآلف اجتماعي بين الأسر المختلفة لأن النقل يتم دون دراسة اجتماعية. هنتكلم بقى في النقطة دي باستفاضة، دي آخر حاجة عندنا زي مدينة السلام وزي إسكان الزلازل في القاهرة الجديدة. اه دي القاهرة الجديدة، دي حقيقة في جزء من القاهرة الجديدة في التجمع بالمنظر ده. طيب هل احنا ما بنشتغلش دلوقتي؟ خد بالك من حاجة، احنا مناطق الإيواء العاجل والمناطق المتداولة العمرانية والمناطق العشوائية، هي كل دي بتجب في حاجة واحدة ان هي مناطق غير متحضرة، فانا بحاول ارتقي بيها وبالناس اللي فيها. اللي بيحصل ان احنا لما نودي الناس، والكلام ده هنعيده تاني الجزئية دي بس هنركز عليها لان بيبقى بيحصل فيها مشاكل، ان احنا لما بنروح ننقل الناس في الاماكن التانية زي مثلا ما حصل في حي الاسمرات، تمام، وزي ما حصل في روضة السيدة، كويس، اللي حصل ان الناس لما راحت ما بقتش مرتاحة، ما بقتش مبسوطة، كل واحد عايز شغله تحت بيته، كل واحد عايز يعيش في حاجة اللي هي ايه، بابا ومامته واهله وعمامه وخلانه اللي في الشارع اللي قدامه واللي في الشارع اللي وراه واللي بعده بالشارعين، دي زي ما كانوش كلهم في عمارة واحدة، فمش قادر يطلع. هو انا لسه هروح في مكان تاني بعيد ويبقى فيه مواصلات؟ فاحنا بنتكلم في منتاليتي وعقلية ووعي مجتمعي لازم نحاول ندخله ده، يعني نطوره واحدة واحدة. طيب الناس اللي راحت الأسمرات ده ايه اللي حصل فيهم؟ اه الناس الكبار متأففة ومتضررة، لكن انا معلش انا اسفة، انا مش بلعب النهاردة على الناس الكبار الصغيرين اللي لما يطلعوا يلاقوا نفسهم ساكنين في بيت في شقة ليها كذا أوضة، ليهم حمام خاص بيهم، ليهم البرايفسي بتاعتهم، في شوارع، في نظافة، في مدارس، في صيدليات، في اماكن يقدروا يلعبوا فيها بامان، الناس دي هتطلع نفسيتها سويه، مش هيطلعوا عندهم المشاكل ان انا لازم ابقى قاعد جنب ابويا او امي او اهلي، لا خلاص هو هيطلع انسان سوي يقدر يعتمد على نفسه ويقدر يطلع بره المكان ده ويكون مجتمع لوحده وهيبقى مجتمع ناجح. دي كانت النهارده اول محاضره لينا، اتمنى انها تكون خفيفة عليكم، واتمنى اني اكون وصلت لكم المعلومة بأبسط طريقة ممكنة. شكرا جزيلا لكم، اشكركم جدا.